السلام عليكم سنة رابعة. إن شاء الله اليوم سنتحدث عن درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو بعنوان أنا والأصدقاء. أنا اللي هو مروان وأصدقائه بيتكلم بيقول إيه؟ أول فقرة معانا في من فقرات الدرس، مروان يتذكر اليوم الأول بمدرسته. مروان بيفتكر اليوم الأول وهو إيه في المدرسة. لا أدري لماذا تذكرت الآن اليوم الأول عند قدومي إلى مدرستي، كنت وقتها أشعر أنني بلا أصدقاء، فقد انتقلت من مدرسة أخرى لأن والدي انتقل إلى عمل جديد في مدينة أخرى. والد مروان انتقل إلى عمل جديد في مدينة غير التي كان يسكن فيها الأول، وانتقل معه مروان أيضا إلى مدرسة غير التي كان يوجد بها الأول. وهنا تذكر مروان أنه كان يشعر في اليوم الأول في هذه المدرسة الجديدة أنه بلا أصدقاء. بلا أصدقاء. 2، الصداقة كنز لا يفنى. بيتكلم بيقول مروان إيه؟ كم كنت أتمنى بيتمنى مروان في الوقت ده، وقتها كم كنت أتمنى وقتها أن أجد زملائي معي، لأن الصداقة كنز إيه لا يفنى. بيتمنى مروان إن وقتها ده وفي بداية اليوم واليوم الأول له في المدرسة إن يشوف أو يجد زملائه السابقين، لأن الصداقة كنز لا يفنى. يفنى يعني ينتهي. الصداقة ده كنز ما بينتهيش. الصداقة كنز لا يفنى يعني لا ينتهي. ولأنني أحبهم، مروان بيقول إنه بيحب أصدقائه وزمايله، وأحب أن أكون معهم في السراء وفي الضراء. أحب أن أكون معهم دائما في السراء يعني في الخير وفي الرخاء، والضراء يعني في الشدة. يحب أن يكون مع زمايله في جميع الأوقات. في مدرستي الجديدة، عندما انتقل إليها في مدرستي الجديدة، تعرفت إلى أصدقاء كثيرين، ومع ذلك كنت أتذكر أصدقائي القدامى. عندما انتقل مروان إلى المدرسة الجديدة تعرف إلى الأصدقاء، أصدقاء كثيرين، أصدقاء جدد، ومع ذلك لم ينسى مروان أصدقائه القدامى. لم ينسى أصدقائه القدامى. الفقرة الثالثة، سعادة باللقاء وفرحة بالأصدقاء. سعادة باللقاء وفرحة بالأصدقاء. مروان بيتكلم بيقول إيه؟ كل أصدقائي الجدد يحبون المدرسة، وكلهم متفوقون. جميع أصدقاء مروان بيحبوا المدرسة، ويبقى بيحبوا إنه ينجحوا ويحبوا التفوق دائما. وقد تبادلنا أرقام الهواتف، أرقام التلفونات أخذوا من بعض كل منهم الآخر رقم تلفون زميله. اتصل بي أصدقائي القدامى اللي هم كانوا في المدرسة القديمة، وكذلك أصدقائي الجدد اللي هم في المدرسة الجديدة. أشعر بالسعادة تغمرني أي تغطيني أشعر بالسعادة أي تملأني السعادة. شعر مروان إنه سعيد جدا وفرحان جدا لأن أصدقائه القدامى والجدد اتصلوا بي، وقد أردت أن أقوي ما بيننا من صداقة. وزمالة. فدعوت الجميع إلى بيتنا الجديد. طلب من الجميع أن يأتي إلى بيتهم الجديد لنقضي معا بعض الوقت، يقعدوا أو يجلسوا مع بعض في البيت الجديد بتاع مروان. كم كانت فرحة الأصدقاء الجدد، فرح الأصدقاء الجدد بالفكرة دي، وكذلك فرحة الأصدقاء القدامى
فرحوا برضه لأنه هيشوفوا مروان مرة أخرى، وكان كل منهم يتعرف على الآخر. خلى مروان أصدقائه القدامى يتعرفوا على أصدقائهم الجدد، ووجدنا أنفسنا مثل الإخوة نلعب معا ونضحك معا، وأخذنا نتحاور نتكلم ونتحادث حول أجمل العبارات عن الصداقة والأصدقاء. كلهم قعدوا يتكلموا على أجمل العبارات عن الصداقة والأصدقاء. إيه هيقولهم من بقى؟ الفقرة الرابعة، صفات الصديق الحق. الصفات التي يجب أن تتوفر في الصديق الحق إيه هي؟ قال حازم: صديقك من صدقك، صديقك من صدقك لا من صدقك، صديقك من صدقك لا من صدقك. يعني الصديق الصح هو اللي بيكون صادق معاك، اللي هو ما بيكذبش عليك، صديقك اللي بيكون دايما معاك في وقت الشدة معاك وفي وقت الرخاء معاك، لا من صدقك اللي هو مش دايما بيصدقك. ومش وحش جدا برضو انه محدش بيصدقك، بس ان افضل انه يكون انسان صديق ليك بيكون مش بيكذب عليك، انسان مش بيكذب عليك. وقالت اميرة: الصديق مرآة صديقه، الصديق مرآة صديقه. يعني الصديق اللي قدامك ده او صاحبك ده هو مرآة نفسك، مرآة نفسك يعني بتشوف نفسك فيه. وخيركم من اهدى الي عيوبي، خيركم يعني أفضل هذه الأصدقاء، أفضل هؤلاء الأصدقاء مين؟ اللي بيهدي لعيوبي، اللي بيقول لي إن عيبك كذا وعيبي كذا بدون بدون الغلط في الشخص الآخر، ولكن النظر في عيوب الآخر وتقول له تقول له عندك مشكلة في كذا وكذا وكذا، أهدى لي عيوبي. وقال رامز: الصديق وقت الشدة، وقت الضيق الصديق وقت الشدة، وهو الصديق الحق، اللي بيفرح معاك في فرحك واللي بيحزن معاك في حزنك، ده يبقى الصديق الحق، الصديق الحقيقي هو الصديق اللي تصاحبه ده. قلت للجميع اللي هو مروان: أهلا بالصداقة والأصدقاء، أهلا بالصداقة والأصدقاء. يعني قال حازم: صديقك من صدقك لا من صدقك. وقالت أميرة: الصديق مرآة صديقه. وخيركم من أهدى لي عيوبي، أي أعطى لي عيوبي وجعلني ألتفت إليها. وقال رامز: الصديق وقت الشدة وقت الضيق دائما هو الصديق الحقيقي. قلت للجميع أهلا بالصداقة والأصدقاء. هنا انتهى الدرس، ولكن نسمع جدول المفردات اللغوية. الكلمة الصداقة كنز لا يفنى، يفنى أي ينتهي، يفنى أي ينتهي. أحسنكم أي خيركم أو أفضلكم. الشدة الضيق، الشدة الضيق، الشدة يعني الضيق. قدومي حضوري، الهواتف التليفونات، تخمرني تغطيني تملأني، نتحاور نتحادث، الحق الحقيقي. طيب معنى المفردات أيضا: تبادلنا، أعطى كل منا صاحبه وأخذ منه. لما تبادلوا الهواتف أي أعطى كل منهم صديقه الآخر تلفون، رقم تلفونه. أهدى لي عيوبي، نبهني إلى عيوبي، نبهني إلى عيوبي ولكن بحق. السراء والضراء، السراء والضراء الرخاء والشدة، الرخاء والشدة. صدقك أخبرك بصدق، لا يكذب عليك، لا يكذب عليك. دي معاني المفردات. لكن إذا نظرنا إلى الكلمة وإلى المضاد، أصدقاء ضد كلمة أصدقاء أعداء، الصداقة العداوة، الجدد القدامى، نضحك نبكي، أجمل أقبح، خيركم شركم، الشدة الرخاء. دي الكلمة والمضاد، الكلمة والمضاد.
طيب الكلمة والجمع، الكلمة وإيه والجمع، جمع كلمة وقت، أوقات، عمل، أعمال، مدينة، مدن، الصداقة، الصداقات، كنز، كنوز، بيت، بيوت، مرآة، مرايا، الشدة، الشدائد، الشدة، الشدائد، الكلمة والجمع. أما الكلمة والمفرد، زملاء، زميل، القدامى، القديم، الجدد، الجديد، أرقام، رقم، الهواتف، الهاتف، الإخوة، الأخ، العبارات، العبارة، عيوب، عيب. دي معاني المفردات. ولكن إذا نظرنا إلى أسئلة والإجابة عليها أيضا، السؤال الأول: ماذا تذكر مروان وبما كان يشعر وقتها؟ تذكر مروان أن اليوم الأول عند قدومه إلى مدرسته الجديدة، تذكر اليوم الأول عندما حضر إلى مدرسته الجديدة. وبما كان يشعر وقتها؟ كان يشعر وقتها بأنه لا يوجد له أصدقاء، أو بأنه بلا أصدقاء. السؤال الثاني: ماذا كان يتمنى مروان عندما ذهب إلى المدرسة الجديدة ولماذا؟ يقول لك: كان يتمنى مروان أن يجد زملائه معه، لأن الصداقة ولماذا؟ لأن الصداقة كنز لا يفنى، ولأنه يحبهم ويحب أن يكون معهم دائما، ويحب أن يكون معهم دائما في السراء وفي الضراء. ثلاثة: متى شعر مروان بالسعادة؟ متى شعر مروان بالسعادة؟ شعر مروان بالسعادة عندما اتصل به أصدقاؤه القدامى، وكذلك أصدقاؤه الجدد. شعر مروان بالسعادة والفرح عندما كل أصدقائه القدامى والجدد اتصلوا به. كيف وجد الأصدقاء أنفسهم عند لقائه؟ وجدوا أنفسهم مثل الإخوة يلعبون معا ويضحكون معا، استمتعوا بوقتهم جميعا مع بعضهم البعض. فيما تحاور الأصدقاء؟ إيه اللي تكلموا عليه؟ تحاور الأصدقاء حول أجمل العبارات عن الصداقة والأصدقاء. ماذا قالت أميرة عن الصديق؟ أميرة قالت إيه؟ قالت أميرة: الصديق مرآة صديقه، وخيركم من أهدى لي عيوبي، من أهدى لي عيوبي. ماذا قال رامز عن الصديق الحق أو الصديق الحقيقي؟ الصديق الحقيقي رامز قال إيه عنه؟ قال: الصديق وقت الشدة هو الصديق الحقيقي، الصديق الحق هو الصديق وقت الشدة، هو الصديق الحقيقي ده اللي بيقف معاك في جميع الأزمات التي تواجهه. كذلك أيضا السؤال اللي بعديه: كيف رحب مروان بالصداقة؟ كيف رحب مروان بالصداقة؟ قال مروان: أهلا بالصداقة والأصدقاء، أهلا بالصداقة والأصدقاء. طيب إيه صفات أصدقاء مروان الجدد؟ إيه صفاتهم؟ ولكن دول أصدقاء مروان الجدد، إيه صفاتهم؟ الأصدقاء مروان الجدد يحبون المدرسة، وكلهم متفوقون، وكلهم إيه؟ متفوقون. طب ليه انتقل مروان إلى مدرسته الجديدة؟ لماذا انتقل مروان إلى مدرسته الجديدة؟ لأن والده انتقل إلى عمل جديد في مدينة أخرى، لأن والده انتقل إلى عمل جديد في مدينة أخرى. وبهذا ينتهي درس أنا والأصدقاء. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.